أمير المؤمنين عليا ولي الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. تلميذان ذكيان مجدان، أحدهما تلميذ لأستاذ بمستوى علمي عادي، والآخر تلميذ لأحد عباقرة العلم في العالم علميا. هذان التلميذان في مستواهم العلمي متساويان، المفترض أن لا يكونا متساويين، وإن كانا بدرجة ذكاء واحدة، وإن كانا بدرجة جد واحدة، ولكن هذا أستاذه علميا شخص عادي، ذاك أستاذه عبقري. نسمع لسان القال ونجد لسان الحال أيضا، كثيرا خصوصا لسان الحال. نقول نحن بالنسبة إلى غيرنا وضعنا أحسن من غيرنا، مستوانا أرقى، هذا الكلام قد لا يكون صحيحا. أنت انظر مجالك، انظر أئمتك، انظر أنت تابع لمن، وانظر هو تابع لمن، ثم قل أنا وضعي أحسن منه أم لا. هو تابع أشخاص، أنت تابع، أنت شيعي
لأناس ما خلق الله عز وجل لهم نظيرا. أنا أحسن منه، من فلان، من الآخرين؟ قد لا أكون. الذي يجلس في درس عالم كبير جدا إذا يخرج من الدرس أفضل من غيره الذي درس عند شخص عادي. الفارق إذا كان قليلا لا يعذر، يقال له أنت عند هذا الشخص العظيم جالس، ذاك جالس عند جاهل. الفاصل يلزم أن يكون كبيرا جدا. هذا في القرآن الكريم موجود. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. لماذا إلهي؟ أنا جسم بشري، عضلات بشرية، لحم دم عظم بشري، هو أيضا كذلك، هو جسم بشري عنده عضلات مثل عضلاتي، لحم مثل لحمي، دم مثل دمي، عظم مثل عظمي. لماذا أنا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ لا، أنت عندك شيء آخر، أنت عندك سلاح الإيمان والصبر. لنا صابرون، إن يكن منكم 20 صابرون، عندك سلاح الإيمان، أنت عندك سلاح الصبر، لا تقس نفسك به. المفروض هكذا يكون الإنسان. إمامك من هو؟ إمامك لا يقارن إمام غيرك به، لا، الرسل لا يقارنون به، سادة الرسل لا يقارنون به. أذكر لكم نقطتين. النقطة الأولى الإيمان، الإيمان أهم شيء في وجود الإنسان، في حياة الإنسان أهم شيء على الإطلاق، لا من أهم الأشياء. الأنبياء درجات، قمة الأنبياء الرسل، الرسل درجات، قمة الرسل أولي العزم، أولي العزم درجات، الخمسة أولي العزم درجات. لعله كما يرى ذلك البعض أفضل أشرف الأنبياء على الإطلاق بعد رسول الله طبعا صلى الله عليه وآله هو إبراهيم. يعني من هؤلاء الخمسة ثاني، الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح بديهي هذا. ثاني أعظم رسول من الرسل هو إبراهيم. في أي درجة كان إبراهيم؟ الله يعلم. إبراهيم هذا البشر العادي أصلا لا يتمكن أن يستوعب، أصلا العقل البشري لا يتمكن أن يستوعب عظمة الأنبياء، ناهيك عن الرسل، ناهيك عن سادة الرسل. إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إيمان موجود، علم موجود، يقين موجود، أريد درجة أرقى.
كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أريد عين اليقين، عندي علم، عندي يقين، لا أريد أن أرتقي. غلط هذا؟ لا، كل مخلوق يريد الزيادة. حديثنا ليس عن هذه الآية المباركة، ولكن أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة لطيفة جدا. في صحيحة أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام حديث يذكر أمورا، لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض الآن يقول ثم يقول، ثم قضية إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، من أين كانت القضية، هكذا كانت. ثم التفت إبراهيم فرأى جيفة على ساحل البحر، نصفها في الماء ونصفها في البر، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء، الجزء الذي في الماء من هذه الجيفة، هذا الحيوان الميت، الأسماك، سباع البحر تأتي تأكل من هذا الجزء، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء، ثم ترجع هذه السباع فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، ذاك الآكل لهذه الجيفة حيوان آخر بحري يأتي يأكله، هذا الوضع الموجود. وتجيء سباع البر فتأكل منها من هذه الجيفة، من جزء من هذه الجيفة، فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا. فعند ذلك تعجب إبراهيم، كيف هذا يحيى، هذا الحيوان جزء من في البحر أكله حيوان آخر، صار جسم، صار من جسم ذاك الحيوان، ذاك الحيوان الآكل أكله حيوان آخر، الجزء الآخر الذي في البر أكله حيوان بري، صار هذه الجيفة صارت جزء من ذاك الحيوان البري، جزء منها، ذاك الحيوان البري أكله حيوان بري آخر، كيف تحيي الموتى، كيف يمكن هذه الجيفة، كيف تحيا، من أين تحيا؟ فعند ذلك تعجب إبراهيم مما رأى وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال يعني إبراهيم كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعضا، ناسل بعد الناسل، قال عز وجل أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها، لأنه رأى ملكوت السماوات والأرض، رأيت ملكوت السماوات والأرض، أريد أن أرى هذا الشيء أيضا، أرى بعيني، أعلم، عندي يقين، ولكن أريد أن أرى درجة أعلى، عين اليقين. قال عز وجل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، طبعا هذه كلمة فصرهن إليك كلمة لطيفة أيضا، يعني ماذا فصرهن إليك، لعله كما يرى ذلك بعض المفسرين فصرهن من صر يعني شدة، يقال لهذا الكيس الذي يجمع الأموال صرة، لأنه يشد فيه الأموال، أموال تجعل في هذا الكيس ويشد، صر يعني شدة، فصرهن إليك، لعل المعنى كما يرى ذلك بعض المفسرين أنه خذ هذه الطيور، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن إليك يعني أخذ الطير، ضم الطير إلى صدرك حتى يكون الإحساس عميقا جدا، الإنسان يرى الطير حيوان حي له حياة، يأخذه يجد حركة الحيوان، هذا إحساس أعلى بحياة الحيوان، عندما يضم الإنسان هذا الحيوان، هذا الطير إلى صدره يحس بحياته أكثر، حتى هذا الإحساس يكون أعلى، حتى الإطمئنان الذي تطلبه أنت إبراهيم يكون أعلى،
هذا إلى حياة، عندما تقتله بعد ذلك تطلبه يأتيك. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فقطعهن واخلطهن كما اختلطت هذه الجيفة في السباع التي أكل بعضها بعضا فخلط إبراهيم. ثم اجعل لعله يعني خلط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما دعاهن أجبنه وكانت الجبال عشرة، وزع الطيور الأربعة على عشرة جبال. رواية شريفة أخرى صحيحة أيضا، صحيحة صفوان بن يحيى على الأصح، سألت الإمام أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، كان على يقين ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه. في رواية شريفة أخرى في آية ثانية صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى لو تعلمون علم اليقين، قال عليه الصلاة والسلام المعاينة. الإنسان عندما يرى شيئا، لأن إبراهيم رأى عندما دعا هذه الطيور، رأى كيف اجتمع ريش هذا الطير، ثم اجتمعت العروق حتى العروق الدقيقة كيف اجتمعت، رآها بالتفاصيل. هذا سيد أنبياء الله بعد رسول الله، سيد الرسل بعد رسول الله، قمة القمم إبراهيم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وسيدك وإمامك ومولاك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني لو رأيت الله، لو حرف شرط الامتناع، الله عز وجل في القرآن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، لا يوجد آلهة إلا الله. لو حرف شرط يستعمل الامتناع أساسا، شيء الممتنع. الإمام يقول لو الله يرى، لا الله ليس جسما، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون، الله ليس جسما لا يرى. لو كشف لي الغطاء، لو كان ممكن الإنسان يرى، يرى الله، لو كان ممكنا، وهذا ممكن مستحيل، ما ازددت يقينا. هذا في أصل وجود الإنسان، الإيمان. نقطة ثانية، الصفات النفسية. الصفات النفسية في الناس درجات، خذ الجود، خذ الكرم، خذ الشجاعة، خذ أي صفة نفسية حسنة، درجات. أيضا رسل الله في القمة، سادة الرسل أولي العزم في قمة القمم، موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من أولي العزم، لا يوصف، لا يتخيل عظمة موسى، لا نتمكن أن نتخيلها. موسى عندما أمره الله، دققوا في هذه الكلمة، أمره الله، أرسله الله، قال لا أخاف. ففررت منكم لما خفتكم، أخاف أن يقتلون. قضية خوف موسى ذكرت في القرآن الكريم لعله أكثر من 10 آيات قرآنية. القرآن مركز على خوف موسى هنا، خاف موسى، خاف الآية، خاف أرسل معي واحد ثاني، هذا شيء قبيح. أبدا، موسى هذا الخوف طبيعي، يرسل إلى طاغوت طبعا يخاف،
ليس في خوفه ذرة نقص أبدا، ولكن خاف، ومن حقه أن يخاف. أي عظيم آخر كان، أي شجاع آخر كان، كان يخاف. ما أرسل إلى شخص عادي، أرسل إلى طاغوت. موسى خاف، فسر الخوف بما تشاء. موسى خاف ومن حقه، وهذا سيد من سادة الرسل، من أولي العزم موسى. ولكن إمامك، سيدك، وليك، مولاك، كيف كان؟ أنتم الحمد لله أصحاب مجالس، أصحاب مطالعة، موقف، موقفان، ثلاثة، عشرة، كم موقف تريد؟ كيف كان أمير المؤمنين؟ أرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بسورة البراءة إلى مشركي مكة. يعني ماذا؟ علي كلهم يعرفونه، القضم القضم عندهم ثارات وثارات معه، يريدون رأسه. أنت يا علي بوحدك تذهب إلى وسطهم، إلى بلدهم، تذهب تمشي في الأسواق بصورة عادية، لا، تذهب تسبهم، تشتمهم، تقرأ عليهم سورة البراءة. سورة البراءة ما هي؟ سورة البراءة دام الله بقاءكم؟ لا، سورة البراءة تهديد، طعن، أشد أنواع التحقير للمشركين. من علي؟ شخص آخر عادي عنده علاقات مع مشركي مكة، ما عنده مشكلة. علي يطلبون رأسه أينما وجدوه، تذهب إلى مكة بدون سلاح، مكة هذه، وتذهب تقرأ، لا مرة مرتين في المسجد الحرام، تقرأ في السوق، تقرأ على الصفات، تذهب إلى أماكن عديدة تقرأ عليهم هذه السورة الصاعقة. قال يا رسول الله أرسل معي واحد ثاني. أبدا، ليلة المبيت، ليلة القتل هذه، تنام هنا، لا تتحرك، لا سيف، لا دفاع، لا شيء، فقط تنام. متى تنزل عليك السيوف؟ الله العالم. أعظم من هذا وأدهى. قضية هذه قبل الليالي في شهر رمضان، قضية بتر، في ليلة بتر، ليلة مخيفة، جيش الأعداء ثلاثة أضعاف المسلمين، سلاحهم، عدتهم الحربية خمسة أضعاف، عشرة أضعاف المسلمين، ليلة مخيفة، ظلماء، تذهب تأتي بالماء، الماء قل في جيش المسلمين، الماء قل. لاحظوا النقطة هنا، القضية سامحية تعرفونها، القضية أين؟ القضية أن النبي صلى الله عليه وآله ما كلف أمير المؤمنين، ما أمر أمير المؤمنين أن يذهب ويأتي بالماء، وجه الخطاب للمسلمين. يعني الخطاب ما كان لأمير المؤمنين، أنت يا علي قم، يقوم أمير المؤمنين، لا، الخطاب للمؤمن، للمسلمين، من يذهب ويأتي؟ لاحظوا، أقرأ لكم عبارة الرواية. استندب رسول الله
صلى الله عليه وآله الناس ليلة بدر إلى الماء، من يذهب ويأتي بالماء؟ الخطاب ليس لك يا أمير المؤمنين، أجلس في مكانك، ما قال لك رسول الله، ما أمرك بشيء. فانتدب علي صلوات الله عليه. موسى الله أمره، عندما أقول دققوا في كلمة أمره، أمره وأرسله وخاف، ومن حقه أن يخاف، ليس نقصا فيه أبدا. يا علي أنت رسول الله، ما أمرك أصلا؟ أنا يا رسول الله. استندب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ليلة بدر على الماء، فانتدب علي صلوات الله عليه فخرج. وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة، فخرج بقربته. فلما كان إلى القليب، تقولون جليب، جليب الشيوخ عندكم هنا منطقة، جليب قليب، قليب يعني البئر. فلما كان إلى القليب لم يجد دلوا، البئر ما عنده دلو، خب ما كان، خلاص أنا ذهبت ما كان دلو، لا رسول الله يريد شيئا، خلاص. فنزل في الجب في البئر تلك الساعة فملأ قربته، إلى آخر الرواية الشريفة. عندما رجع جاء جبرائيل بألف من الملائكة، سلم عليه ميكائيل إسرافيل. أشعار السيد الحميري مشهورة، أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول، مشي العفرنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في ألف وجبريل في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا، كأنهم طير أبابيل. جاء الملائكة، جاءت سلمت عليه، النقطة العظيمة ما كلف وقام، ليلة خوف، شدة خوف، ظلماء، تذهب لتأتي بالماء يعني بدون سلاح، العدو أمامك، أي شجاعة هذه؟ الأدهاء الأعظم من هذه قضية خندق، قضية مشهورة، هذه القضية العجيبة، القرآن يتحدث بطريقة استثنائية عن قضية الخندق. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف، عبارة جدا شديدة، هذه العبارة تبين درجة الخوف. الخوف وصل بهم إلى درجة، لا أعرف تفسيري إن شاء الله مو صحيح، درجة من درجات الكفر، وتظنون بالله الظنونا، هذه درجة من درجات الكفر أم لا؟ من المنافقون؟ لا المؤمنون، نص القرآن الكريم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون خرجوا من الإيمان، تظنون بالله ظنونا يعني ماذا؟ هذا إيمان؟ خوف إلى هذه الدرجة. المنافق لا، المؤمن زلت قدمه راح فيها ورجع، الحمد لله اللي رجع منهم، إيمانه راح، تظنون بالله ظنونا، ظن سوء بالله، أوف، هذا إيمان؟ الخوف إلى هذه الدرجة. واللطيف أنه في هذا الموقف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمر عليا، من يذهب لهذا؟ ما خاطب أمير المؤمنين، يا علي قم، لا، من يذهب لهذا؟ أمير المؤمنين قال لا يا علي اجلس، الخطاب ليس لك، الخطاب لهؤلاء.
مرة ثانية يا أنا يا رسول الله، مرة ثالثة أنا يا رسول الله. في بعض الروايات حتى في مصادر العامة هذه الرواية واردة، قال النبي صلى الله عليه وآله له يا علي هذا عامر، قال وأنا علي. النقطة الدقيقة أمير المؤمنين ما كلف أصلا، ما أمره رسول الله، لا شيء رسول الله يريده خلاص منتهي إرادة النبي خلاص. لا قال أخاف، لا قال، أؤكد ألف مرة وأكثر من ألف مرة، خوف موسى ليس نقصا في موسى، خوف طبيعي بشر يخاف. أرسل معي شخص ثاني أيضا معي، رد أن يصدقني. أمير المؤمنين لا قال رد أن، رسول الله ما أمره هو يقوم، يريد أن ينفذ إرادة رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامك هكذا، أنت عندك إمام مثل هذا الإمام، وبقية أئمة أهل البيت نفس الشيء. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بدون سلاح يذهب إلى مجلس معاوية، ويعلم أن في مجلس معاوية مجموعة من الناس يريدون رأسه، وبالفعل هددوه بالقاتل. أي شجاعة هذه؟ الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء دخل في أي ميدان؟ أي حرب كانت عاشوراء؟ أي شجاعة هذه؟ هذه أي شجاعة؟ موسى ليس خطأ، هؤلاء قمة القمم، هؤلاء شيء آخر، مخلوق آخر، إيمان ذاك الإيمان، نفسيات صفات نفسية هذه الصفات النفسية. إمامك غير، لا أقول غير أئمة الآخرين، من هم أئمة الآخرين؟ أقول غير رسول الله وأهل بيته، غير عن الرسل، عن سادة الرسل. أنا تابع لهؤلاء، كيف يلزم أن أكون؟ إيماني، أخلاقياتي، صفاتي النفسية، شجاعتي. هناك آية قرآنية، حديثنا له صلة، لكن آية قرآنية. هذه الآية في الإيمان والعمل والشجاعة وغير الشجاعة. هذه الآية التي صدرنا بها الحديث، الذين قال، هذه الآية إن شاء الله عنكم، عن أتباع أمير المؤمنين إن شاء الله، أظهر مصداق المفروض هؤلاء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الآية التي قبل هذه الآية مباشرة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني مجروح، يعني قدرته ضعفت، مع ذلك يستجيب. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. من الذي أحسن واتقى؟ تأتي الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هو أساسا مجروح، هو أساسا نص قدرة، عنده مشاكل، أعداؤه آذوه، سلبوا حقوقه الطبيعية، كل هذا فوق هذا تخويف من الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما الذي يحصل فيهم؟ المفروض معنويات تصبح هابطة، إيمانهم يضعف، الخوف يسيطر عليهم. لا، إيمان قول وعمل. إيمانهم، إيمانهم ما ضعف، بقي إيمانهم في نفس الدرجة، لا ازدادوا، يرتفع عندما يأتي تخويف من الناس أن الناس قد جمعوا لكم.
تهيأوا لكم، الناس بصدد إقلاعكم من جذوركم. فماذا حصل فيهم؟ فزادوا إيمانا، يعني إيمانهم ما نزل حتى ما وقف في مستواه السابق، يرتفع. هذا أولا، هذا الإيمان، القول والعمل. وقالوا، هذا ليس قول اللسان فقط، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيعة علي هكذا ينبغي أن يكونوا، إن شاء الله هكذا هم. وللحديث صلة في ذكريات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قبل ليالي كانت ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. تذكر أنت من شيعة هذا الإمام، لعل البعض منكم قرأ زيارة الخضر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ليلة استشهاده، موجودة زيارة في بعض كتب الأدعية، في كتاب الدعاء والزيارة أظن الزيارة موجودة. هذه مواصفات إمامك، جدا مواصفات جميلة. لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، موضوعنا في مكان آخر، ولكن إحدى الكلمات جدا رقيقة جدا جميلة تحتاج إلى وقفة. يقول في وصف أمير المؤمنين من جملة الأوصاف: وأحوطهم على رسول الله. الله من هذه الكلمة، أمير المؤمنين كان أحوط الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامك هكذا، لا نقص أنفسنا بغيرنا. للحديث الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمير المؤمنين شفيع دنيانا وآخرتنا، أن لا يفرق بيننا وبين أمير المؤمنين طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.